تفتكر كل كلامها دلوقتي وحضرتك موجود في المكان ده في الكرسي ده؟ اه لما التحديات تزيد والمخاوف تكتر. اه طبعا. ممكن كأنك بتسألها كأنه بتحس لو هي لا موجودة هي حطت إيه؟ شوفي كل ام وكل اب ده امر مهم قوي ان احنا نقوله دلوقتي، يبقوا عارفين ان ابنائهم عباره عن في فتره طفولتهم ولغايه لما يكبروا هم بيتصوروا ان هم ما خدوش منهم حاجه، لا هم خدوا، بس الحاجه دي بتبقى الشباب شابه او شابه عنفوانهم بيغطي اللي شربوه في البيت بقى. اه طبعا. وبعد كده لما تستقر الامور يطلع اللي هم خدوه، لو خدوا طيب بيطلع طيب، ولو خدوا مش طيب بيطلع مش طيب. كنت فخورة بيك في المرحلة الأخيرة ولا خافت بقى ساعتها؟ يعني وأنت صغير ما خافتش لما خدت القرار ده؟ شوفي هي دايما تقول لي الله يرحمها، هتقول لي ايه انت مخلص فما تخافش.